راه كطيب الحرشه نتاع الميلود، الحرشه نتاعي راه كطيب. ها هي الحرشه نتاعي، ها هي نتاعي الحرشه نتاعي كطيب. هيا فداين وخ يسبق يتنانا هاق. بسم الله خذ خزاع ما يموا عقاش نتا فداه هنو عقاش نتاس صاف ضيعتو غي اثنين شكيشه نسميد رمرح شو نسكوا لا غاديش نسكوا اجي الخميره ازين الخميره اثنين شكيشه نوغي تقم دير مقرا تسمات سي زعما السكوا جمساتهم شوي شويه المقله تكون تعطي فر ولا الحرشه نتاع 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 العيوده تاع خوتي. درت جوج كيسان نتاع العنبه، درت جوج كيسان نتاع حليب ملح خميره ونص كيس نتاع كوكو. وهي الحرشه نتاعي نتاع الميلو دا خوتي. بقاو معايا انا غادي نقلبها. غادي ندير هادي نحطها هنا كيفاش غادي نشدها ندير لها هكا. ها الحرشه اخوتي، ها الحرشه نتاعي. دابا غادي نرد البرمه. ها الحرشه نتاعي اخوتي، ها الحرشه نتاعي نتاع الميلود. انا غادي نطلع نصور لكم العيد النبوي صلى الله عليه وسلم. ها هي الحرشه نتاعي. كنقول لكم درتها ماشي الحرشه عاديه، هذه كدير في ليفات باسكو واو ديروها اللي بغيتو. المهم ما كانش الضو، انا طالعه للكوزينه اخرى باش تشوفوا نتاع هذا الشيء نتاع العيد ميلود نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. حنا خصنا نرحبوا به. ها هي اخوتي ها الحرشه، ها الحرشه. دابا خليوني نصور لكم حاجه اخرى.
ولا يسمع أقش نتفضيع تينو قير نهار نجمورود أتفضيع غير أقش نتس المهم رخو أقا عمار الكاميرا سواختي تشن رأسي دلا غوسات ثرو حايي وتليفون وسيمش تستمسا رخو أقش نتفضيع هينو أش نتي دعاوز قير ثنين كيسان السميد قيخ ثنينش كيسان وغي الرمرح الخمينة الحلوة أربع نش كاس كوكو رماقرة السيزارة السكوة السحمية خطف كسختيد ساس خطبو تاجي عالي ديس قيخ السميد الماقرة خستيري الماقرة تيفار ها الحرشة أخوتي كي جات ها هي ها ها هي كي جات ها هي كي جات نخليكم يسمع كنقول لكم مبروك العيد الميلود اللي زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي نادو اللي ناد ماكرو دار حاله ولا خوتي اقاش نتمنى يجي ثماره الميلود نش عماس وخفي يعدو المولود وقي غامو فارح غاس فارح غاس فارح غاس أقف رمس منا أقا هقف قرنس منين والسن تبع نتايا هرمس منا خوتي ما فيها لا زيت لا والو ها هو خوتي رمس من تاعي هنا راني في داري غادي نوض كنت غادي نمشي كنت غادي نمشي نشوف لا فاميل مي راكو تشوفوا ما عنديش الوقت اللي غادي نخرج يجي عندي الخدام يدير لي السيره برا باسكو ما جوش نخليها هكاك الجيران ملي كيدوزوا الناس للجامع كيتيحوا فيها ولا اخوتي نخليكم على خير نقول لكم حتى العام الجاي ان شاء الله الله يحيينا الله يوسع علينا هذا الوباء وغادي نقول لكم واحد الحاجه اخوتي هذا النهار غادي نبروفيتي نقول واحد الحاجه انا سامحه في كل شيء اللي عطيته بنيتي وبصح اللي دار ليا شي حاجه بلا اخباري حوايجي تعذبت فيهم جبتهم كاع من اسبانيا حتى لهنا حطيتهم اخر الكاس اللي مشى ليا من داري ما نسمحش فيه حتى اليوم القيامه ما بغيت الصداع ما بغيت الدبزه حوايجي ما نسمحش فيهم حتى اليوم القيامه ونتحاسبوا قدام الله تعالى على كل هي حاجه اللي مشات ليا من الدار اللي ما عطيتهاش بيدي ما نسمحش فيها اخر كاس اللي مشى ليا خوتي عندي حوايجي 50 عام وانا كنجيب حتى حاجه كل شيء مشى ليا من الدار ما نسمح لهمش اللي دا ليا شي حاجه اللي عطيت شي حاجه ما ردوها لياش ما نسمحش بهم حتى اليوم القيامه نتحاسب معاهم قدام الله تعالى خليتها لهم فوق عقبتهم والسلام عليكم انا يلا هذا النهار كنت كنحوس على الحوايج ما لقيت والو كل شيء مشى ليا اخوتي مشاو ليا حوايجي اللي عطيت بالخير وما طردش ليا حوايجي ما بغاوش يوليو ليا وكرت عليهم ربي العالمين ما نسمح لهمش السماحه حتى اليوم القيامه لم كل واحد ماشي غير واحد ولا جوج اللي عنده حوايجي ما ردهمش ليا ما نسمح لهمش والسلام عليكم مبروك رمضان مبروك رمضان.